السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الكلمة لك. الزينبيات أداة حوثية لإرهاب مستمر وانحطاط ميليشاوي وحقد دفين للمجتمع ورذيلة سياسية واجتماعية تستهدف الحياة والأخلاق والشرف والأعراف والكرامة. الزينبيات وفق تقرير خبراء الأمم المتحدة تنظيم حوثي نسائي هاشمي سلالي إمامي عقائدي مسلح. ما هي مهمته؟ مهمته اختطاف النساء، الاعتداء عليهن، النهب واقتحام المنازل، تيسير وتسهيل جرائم الاغتصاب في سجون ميليشيا التمرد الحوثية. لتتربع الحوثية تحت عنوان الرذيلة والسوء والحقارة والابتذال والنذالة. لجنة خبراء الأمم المتحدة تكشف أيضا علاقة زعيم التمرد والإرهاب المدعو عبد الملك الحوثي بشبكة اغتصابات وانتهاكات أخلاقية يقودها القيادي حسب فريق الخبراء للأمم المتحدة المدعو سلطان زابن وكتائب الزينبيات الحوثية. الزينبيات أداة حوثية لتنفيذ مهام قذرة والتعدي على الحرمات وانتهاك حقوق المرأة، هو عنوان حلقتنا لهذه الليلة. نستقبل مشاركاتكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك الكلمة لك. قبل أن أبدأ باستقبال مشاركاتكم، دعونا نستعرض استطلاعات الرأي التي وضعناها على مواقع التواصل الاجتماعي عن دلالة استخدام الميليشيا الحوثية لهذه الكتائب لتنفيذ المهام القذرة، ولماذا تلجأ هذه الميليشيا إلى استخدام مثل هذه الأدوات التي تتصادم مع أخلاق المجتمع، مع قيمه، مع أيضا الحقوق والحقوق والحريات، وأيضا تتصادم مع الكرامة. إذا نبدأ باستطلاع الرأي الذي وضعناه على حسابي على تويتر. سألت متابعين وقلت لماذا تستخدم ميليشيا الحوثي النساء تحت مسمى كتائب الزينبيات لتنفيذ مهام وانتهاكات قذرة حسب وصف وتقرير فريق خبراء الأمم المتحدة؟ لماذا؟ هل لإذلال وابتزاز وقمع المرأة، أم محاكاة لفعل وجرائم إيران باعتبار هذه الكتائب كانت بدايتها حينما أيضا ثورة الخميني في إيران في 79، أيضا لقهر الخصوم، للتعدي على الحرمات، لإثارة الرعب والإرهاب والقبح في المجتمع وغيرها، أم تمزيق النسيج الاجتماعي بحيث أن هذه الكتائب وهذه الأداة تستهدف المرأة، يعني تستهدف سمعتها، شرفها، عرضها، وبحيث يستخدمون هذه الأداة أيضا للنيل من المعارضين المناهضين لهذا المشروع الميليشاوي العصبوي السلالي، أم أنه لتعزيز الحضور الميليشاوي بحيث تبقى هذه الكتائب متسلطة على التجمعات النسائية، على حتى لا يكون هناك أيضا حركة نسائية احتجاجية ضد هذه الميليشيا. إذا لماذا تستخدم الميليشيا النساء تحت مسمى كتائب الزينبيات لتنفيذ هذه المهام القذرة التي وصفها التقرير الأممي؟ لإذلال وابتزاز وقمع المرأة صوت لهذا الخيار 40%. أما محاكاة ومجاراة لفعل وجرائم إيران، وبهذا نقلت باعتبار أن الحوثي مجرد أداة إيرانية قذرة في اليمن لتنفيذ أجندات إيران الفاجرة، إذن محاكاة لفعل وجرائم إيران صوت لهذا الخيار 20%. أما تمزيق النسيج الاجتماعي باعتبار أن هذه الأداة تستهدف سمعة المجتمع، تستهدف أعرافه وتقاليده وأخلاقه،
تمزيق النسيج الاجتماعي صوت لهذا الخيار 27.7%، أما تعزيز الحضور الميليشاوي فقد صوت لهذا الخيار 19.3%. إذن الغالبية العظمى تقول أن استخدام الميليشيا الحوثية لكتائب الزينبيات التي وصفها التقرير الأممي بأنها كتائب تستخدم لأداء مهام، لتنفيذ مهام قذرة، اعتداء جنسي، اغتصاب، إذلال، قمع، إلصاق تهم لا أخلاقية للنساء اللائي يناهضن مشروع الحوثي وإرهابه. إذن الغالبية تقول إذلال وابتزاز وقمع المرأة، ثم تتوزع بقية الخيارات عن محاكاة لجرائم وفعل إيران وتمزيق النسيج الاجتماعي وتعزيز الحضور الميليشاوي. أما في الاستطلاع التالي الذي وضعناه على حسابي وصفحة قناة سهيل على الفيسبوك، سألنا المتابعين وقلنا ما دلالة استخدام ميليشيا الحوثي النساء والزج بهن تحت مسمى الزينبيات التي كشف تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة عن انتهاكات صادمة ومروعة بحق المرأة اليمنية. هل انحطاط وإفلاس الحوثي أم الابتزاز والعبث بالحرمات، العبث بالشرف، بالعرض، بالسمعة، تلطيخ سمعة المجتمع، بحيث أيضا تستطيع الميليشيا الحوثية إرهاب المجتمع، تعزيز نفوذها وسطوتها على المجتمع. صوت للخيار الأول أن استخدام الميليشيا، دلالة استخدام الميليشيا للنساء والزج بهن تحت مسمى الزينبيات لتنفيذ مهام وانتهاكات مروعة وصادمة بحق الأخلاق، بحق الحياة، بحق الكرامة، بحق الحرية. صوت للخيار انحطاط وإفلاس الحوثي، صوت لهذا الخيار 69%، أما 31% يقولون من أجل الابتزاز والعبث بالحرمات وانتهاك الانتهاك التي أيضا يستهدف المرأة اليمنية التي تناهض هذا الميليشيا وأيضا المجتمع الذي يرفض هذه الميليشيا. إذن هذه مجمل استطلاعات الرأي التي وضعناها على حسابنا في حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. إذن عنوان حلقتنا لهذه الليلة هو الزينبيات أداة حوثية لتنفيذ مهام قذرة والتعدي على الحرمات، هو عنوان حلقتنا لهذه الليلة. نستقبل مشاركاتكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك الكلمة لك. لدي اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أبو عبد الرحمن، مرحبا بك. الله يحييك أبو عبد الرحمن. يعني هل 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 كنت مستغرب في أن يستخدم الحوثيون النساء كأداة لتنفيذ هذه المهام القذرة، هذه الجرائم البشعة، جرائم تخص وتمس أخلاق المجتمع، شرفه وعرضه؟ وهذا ما أيضا أورده تقرير فريق الخبراء، يعني هذا تقرير لفريق الخبراء للأمم المتحدة، فريق محايد ينظر إلى الانتهاكات التي تمارس في اليمن من زاوية واحدة وليس من زاوية منحازة. إذن هل كنت تتوقع أن يصل الحوثي إلى هذا، إلى هذا الـ يعني إلى هذه الطريق البشعة والانتهاكات الصادمة؟ هذا مش من إخلاق اليمنيين يا أخ محمد. أنا أعرج على الموضوع هذا. أولا أشي أوضح لك نقطة حق الأسبوع الأول. أنا شيء أوضح لك أسبوع، لكن الأسبوع الآن يعني نتكلم على، لا هي نقطة نقطة واضحة. أنا أعرج لك على هذا الكلام. أنا أشي أوضح لك نقطة واحدة وأنا شاهد فيها. إحنا كان يوم نقول لك دور المشايخ، عندي واحد كان في السعودية مغترب من أصحابي، كان يتروح والله يا أخ محمد إن في واحد ما يجي للشبشاب ويجي يخزن له ويأكله ويشرب، هذا واحد واحد من أبناء ما نحسبش. يوم نقول لك المشايخ ذي حين راحوا والمشايخ حقنا، هذا والله ما نحسب إلا حسب الصند الحقي. والآن تروح صاحبي قال روح وقولوا له، يقول لك أبو تراب تجي له عنده، بدل كنت تجي له عنده تأكل وتشرب عنده ويخزن له ويجي له كل شيء، قال قل له يجاو أبو تراب مارعي العيش والملح. أنا أكلمك على دي ما نحسبهمش لا حسبنا الحذاء، والله إنه أعظم من الشيخ، أعظم من المسؤول. قل له يجي له عند أبو تراب، يروح لأنك والله يدفع له صاحبي 500,000
وهم من قرية واحدة. هذا أوضح لك. يعني كيف تحولوا هؤلاء إلى يعني وحوش؟ من خراج سجون يا أخ محمد. يقول لك قل لأبو تراب يجيك والله أنه كان يخزن لي ب1000 ب1500 ريال يمني، وكان عند رجله فراش. والآن قل له يجيك أبو تراب لا راعي العيش ولا الملح هذا، قل له أبو تراب يجيك. ومن الزينبية، من سب الزينبية هذه، لا هي أخلاق اليمنيين، لا هي أخلاق المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح ولا الناصري ولا الاشتراكي. هذا احنا كنا نركب من إبلة صنعاء، من تعز لها كل بقعة، ما حد إذا جنبك مرح ما حد يفتشها، ما حد يفتشها. وكل النقاط يعني يعني النقاط يعني سواء كل نقاط الجيش والأمن، كان هناك ليس الجيش والأمن، وإنما حتى القبائل. تخيل حتى مثلا لو كان هناك لديك ثأر مع رجل قتل أحد أفراد أسرتك وكان بجوار زوجتي أو أختها أو بابنته، لا تستطيع أن يعني تنفذ ثأرك. ما في كذا والله، ما في كذا يا أخ محمد، ولا يعتدي أبدا. والآن تروح والله العظيم إني تفتش على وجهها، أنا شاهدت هذا بنقبة يسلح، إنك تروح توصل لها نكا وجنب في عوائل جنبك ولا بالباص ما يحترمون. الأول كانت الحرمة تطلع وفسح لها وتطلع فوق راسي وأنا أجلس بالتعليقة ولا أنزل أفسح للأمرأة. انتهكوا حرايم الناس، عملوا كل شيء. الان يوصل والله العظيم انه رجل اذا ما في مره انه يجي رجل يفتشها. عيب، هذا ماشي من اخلاق اليمنيين. اننا اتبع عصي كهرب على مره، عيب عيب. لكن انا عندي كلمتين. التجمع اليمني للاصلاح والله ما هو قادر يحكم، المؤتمر الشعبي العام والله ما هو قادر يحكم الا اذا اتفقوا. نعم. وحدوا. وهذا الحزبين يا اخ محمد لا بيش داعي للمناكفات السياسيه هنا ولا هذه، من وجهه نظري، لاننا لا يصير وجهي وانا عارف. ابو عبد الرحمن، يعني طبعا ليس الخطاب لتوحيد الصف، ليس الخطاب للاصلاح والمؤتمر وحسب، نحن امام حاله صادمه من ميليشيا ارهابيه. يا اخ محمد هو اللي التجمع اليمني للاصلاح والمؤتمر الشعبي العام، هو اللي الان هذا والله ما في الا الموت لامريكا، الموت لاسرائيل. التجمع اليمني اصبح روح لا عنده ولا وسهله ولا المؤتمر الشعبي العام. صح. الان اتحدي اي واحد يروح ويرفع صوره علي عبد الله صالح ولا يروح يرفع اي صوره للقلم الشرق ولا عبد المجيد الزنداني داخل صنعاء، قسما بالله العظيم نضيعوا ضياع، ولا معك اي صوره لاي واحد من هذا. لكن التجمع اليمني الاصلاح والمؤتمر الشعبي العام هل يتفقوا؟ جبهتهم واحدة. صح. إعلامكم واحد، جبهتكم واحدة. يا أخي لا متى التفرق هذا؟ صحيح. ما في أبو الله ما تسبر وتشكيل حكومة حرب. الأخ عبد الرب منصور هذه يشكل حكومة حرب من حكومة مصغرة لدار الشؤون البلاد. أما هكذا والله إذا ما فتح الجبهة، إذا يا أخ محمد إذا ما فتح الجبهة، كل الجبهات ما في استثناء انتصار. إذا نجحت جبهة الحديدة في انتصار للشعب اليمني. صح. إذا نجحت جبهة الصعدة في للشعب اليمني. إذا نجحت جبهة صروح في للشعب اليمني. إحنا نقول عيب أبناء الشعب اليمني. أبو عبد الرحمن، يعني هي يعني أيضا طبعا ما تتحدث به هو عين الصواب، وأيضا ما يرغب به كل اليمنيين أبو عبد الرحمن. لكن فيما يتعلق بموضوعنا، يعني الحوثي يروج لمن هم في مناطق سيطرته أنه مسيرة قرآنية وأنه ابن النبي. هل هؤلاء، هل هذا، هل ما يتم فعله بحق اليمنيين، هل هذا له علاقة بالقرآن أو أي شيء آخر من أكاذيب الحوثي وزعمه ومزاعمه؟ الحوثيين يكذبوا كما يتنفسون. هذه ما هي مسيرة قرآنية، هذه ما هي من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. إنك تصلي جنب هذا يقول سيدي حسين سيدي حسين، انا ما ليش مع الاخلاق هذه. المسيره القرانيه تفجر الجوامع، المسيره القرانيه تزرع على الغام، عيب عيب. احنا ما الحوثي ما هو شيء، الحوثي يا اخ محمد ما هو شيء، والله ما معه الا الاعلام فقط، غير الاعلام ما بيش معه. ويغامر بابناء القبائل، ابناء القبائل المغفلين. لكن اذا توحد الحزبين، انا اقول التجمع اليمني الاصلاح والمؤتمر، إذا توحدوا فالحوثي ما هو شيء. وأنه ما يجلسوا بالمناكفة السياسية، هذه لشي شردة وهذه لشي وردة. أبناء الشعب اليمني يموت يموت يا أخ محمد. العملة الجديدة هذه تصير تشتري كيس دقيق يقول لك ما أقبلهاش، والشرعية تدي لهم الغاز تدي لهم النفط بالعملة القديمة، عيب يا شرعية عيب. شكلوا حكومة كفاءة وبطلوا المناكفات. إحنا نشتي أبناء الشعب اليمني واحد،
عند عبد رب منصور هذه لا إصلاحي لا مؤتمر جبهتنا وحده وإعلامنا واحد ويخري عبد رب منصور هذه يدعي أبناء الشعب اليمني للانتفاضة وإعلامه يا أخي. أشكرك أبو عبد الرحمن وشكرا شكرا جزيلا لك أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن يتحدث عن أن هذه الميليشيا التي تدعي أنها مسيرة قرآني لا يمكن بأي حال من الأحوال، هذا طبعا صورة المجرم سلطان زابن الذي يدير عمليات الاعتداء على الحرمات وعلى الأعراض، والذي يدير أيضا شبكة من أيضا الكتائب الزينبيات التابعة للميليشيا الحوثية والتي تمارس شتى صنوف الإرهاب والعمل القذر اللا أخلاقي بحق نساء اليمن. إذا لدي اتصال، السلام عليكم. عوض مرحبا بك يا عوض. ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك عوض، تحية لك أخي عوض. وطبعا اطلعت على مضامين تقرير فريق الخبراء، أورد حقائق صادمة، هي طبعا ليست صادمة بالنسبة لليمنيين لأنهم يعرفون الحوثي وحقيقته وإرهابه ونذالته. يعني برأيك يعني لماذا يلجأ الحوثي لاستخدام هذه الكتائب من النساء لارتكاب مهام قذرة تستهدف أخلاق اليمنيين، تستهدف أعراضهم، تستهدف كرامتهم؟ اولا احييك يا استاذ محمد واحيي كل العاملين في قناه الثوره والثوار. حياك الله. لو تكرمت عندي بعض الابيات المتواضعه والمتعلقه بصلب الموضوع. تفضل. تحت عنوان حسره وطن وحسرتي والمي على وطني، كلما التأم جرح ظهر جرح جديد في بلدي. الله. هل تجمدت الدماء في عروقنا يا شعبنا اليمني؟ ماذا جرى؟ ماذا حصل يا جيشنا الوطني؟ ضاعت نهم ومفرق الجوف والبقية ستأتي، لا بد من صنعاء ولو كان الثمن الروح والجسدي. ولن يضيع بإذن الله، لن تضيع ما دام هناك رجال أيضا يقفون بثبات وتضحية وإيمان ضد ميليشيا إرهابية تتشرب الإرهاب والغدر والخسة والدناءة كما يحدث في صنعاء من قبل، ليس في صنعاء وإنما مناطق سيطرة الميليشيا من قبل هذه الكتائب التي أوردها تقرير فريق الخبراء. تعرف طبعا لماذا تلجأ الميليشيا إلى اتخاذ مثل هذه الأدوات واستخدامها كوسيلة قذرة لانتهاك الأعراض؟ طبعا تلجأ هذه السلطة القمعية لاستخدام الزينبيات لتثبيت سلطتها في العاصمة صنعاء وباقي المدن. يعني نوع من أنواع الابتزاز سواء للنساء أو سواء لأهالي النساء، هذا يعني تريد أن الشعب يصبح خاضع لهذه السلطة الجبروتية القمعية. لا أحد يتنفس ولا أحد يتكلم ولا أحد يعارض هذه الميليشيا الذي اجتاحت اليمن من 21 سبتمبر 2014 وأكلت الأخضر واليابس في طريقها. هذا هو أسلوب هذه الميليشيا، حتى إنها تثبت دعائم سلطتها داخل العاصمة صنعاء والمدن والمحافظات التي لا زالت تسيطر عليها، ويظل الشعب اليمني رجالا ونساء تحت سلطة هؤلاء باستخدام القوة والجبروت. إذا طبعا هي محمد لو تكرمت. نعم نعم طبعا الزينبيات الهدف الأساسي منها اعتقال والاعتداء الجنسي والقتل. وطبعا الحوثيين استنسخوا هذه التجربة من إيران في قمع وملاحقة المدنيين والمعارضين، وأرسلوا بعض النساء إلى إيران وتدربنا داخل إيران، وثم بعد عودتهم قاموا بتأسيس ما يسمى بالزينبيات. الهدف الأساسي يا أستاذ محمد أنه ملاحقة المدنيين والمعارضين لحكمهم
حيث أنشأت الجماعة ميليشيات نسائية مسلحة تحت مسمى الزينبيات، والتي بدأت ممارسة نشاطها قبل سقوط العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014 في مدينة صعدة، وكان لها الدور الأكبر في اعتقال وملاحقة أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام بعد إعلان الرئيس الأسبق علي صالح فض الشراكة مع ميليشيا الحوثي خاصة في اقتحام المنازل التابعة لأتباع الرئيس. مهماتها الأساسية يا أستاذ محمد: تفتيش المنازل واقتحام البيوت، تفتيش الهواتف والأجهزة الإلكترونية، رصد الأنشطة الإلكترونية، الملاحقة وترصد الناشطات والمعارضات للجماعة، الاعتداء على المسيرات والاقصامات السلمية، ضرب الزينبيات لأمهات المختطفين الذين يحاولن بطريقة أو أخرى أمام السجون الحوثية منشدة الإفراج عن أبنائهن، زرع الألقام والعبوات الناسبة، هم ليس اقتحام المنازل وما شابه ذلك. وقد حدث ذلك في مأرب. أرسل نعم وحصل هذا في مأرب، وتم إلقاء القبض على مجموعة واعترفا، وحتى الأدوات التي كانوا يستخدمونها الجميع شاهدها. وفي نفس هذه طبعا من أعضاء الزينبيات، يعني لا يقتصر عملهن على اقتحام المنازل وتهديد النساء وما شابه ذلك، برضو يعني قاموا بتدريب على السلاح، تدريب ميداني مكثف على السلاح، وفي نفس الوقت استخدام المسدسات. وقد شاهدنا احدى الحوثيات في صنعاء استاذ محمد، في جامعة صنعاء، نعم عندما هددت احد سائق التاكسي والدته بالمسدس، واعتقد انها يعني ندى الوزان اسمها استاذ محمد. نعم صحيح، احدى الزينبيات نعم كانت تركب في احدى التكاسي وامها، واختلفوا على 100 ريال، فهددت هذا الرجل بالمسدس. يعني هؤلاء استاذ محمد يعني يريدون ان يثبتوا اقدامهم في السيطرة على اليمن بشتى الوسائل. للاسف الشديد، والسؤال الذي يطرح نفسه، لجنة الخبراء الموجودة في الامم المتحدة التي ترصد هذه العمليات لتأسيس وتدريب الزينبيات وهم يتابعونها خطوة بخطوة، إذا ما هي الخطوات التي استخدمها مجلس الأمن الدولي حتى أنه يوقف مثل هذه الانتهاكات؟ للأسف الشديد أنه يظهر بتقرير بين لحظة وأخرى وهو يتابع أول بأول دون أن يستخدم أي إجراءات لوقفه، مثل ما حصل قبل فترة في إحدى المواضيع في الكلمة لك، التقرير الأممي، الخبراء الأمميين عبد الملك الحوثي انه من 2015 حول حوالي 30 مليار اكثر من 30 مليار دولار عن طريق سفن في الحديدة، ومن الحديدة في سفن ايرانية في المياه الدولية، ثم تم نقلها الى ايران. طيب ما دام انكم ترصدون هذه الحركات، لماذا لا 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 لم توقفوا هذا النهب لموارد الشعب اليمني؟ شيء محير يا استاذ محمد. يعني هذا سؤال مهم. عارف نعم، يعني في التقرير ذكر ان من اسر هاشمية، طيب ما هي الاضرار اللاحقة على استغلال الميليشيا الحوثية واستخدام الاسر الهاشمية لتنفيذ اعمال قذرة ضد المجتمع اليمني، خاصة انه هذه الميليشيا الى زوال وسينتصر اليمنيون طال الزمن ان قصر، وكيف ستتعرض هذه الأسر التي استخدمها الحوثي لتنفيذ أجندته القذرة؟ نساء هاشميات يتحولن إلى وحوش كاسرة، إلى أداة قذرة، إلى تسيير عمليات اعتداء جنسي على فتيات يناهضن المجتمع، إلى أيضا يعني ابتزاز الأهالي. كيف، ما هي العاقبة التي ستلاحق هذه الأسر الهاشمية حينما تجد نفسها عارية من إسناد سلاح الحوثي وإرهابه حينما يتم هزيمته من قبل اليمنيين؟ يا أستاذ محمد، أنا من وجهة نظري أن هذا النساء لا حول لهم ولا هو، وما في خيار ثاني أماما إلا أن ينفذ ما تم ما 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 تم ينفذ الأوامر بالحرف الواحد، ما في خيار ثاني. هؤلاء يا أخي قتلوا مجرمين، من يقدر يقف في صفهم؟
لا أحد يستطيع أن يقف في صفهم. هذه أداة قمع، لا خيار أمامهم إلا أنك تنفذ الأوامر أو الإعدام، ما في خيار ثاني. فهذه نساء يا أخي لا تستطيع أن تقول للحوثيين لا، يعني ينفذون هذه الأوامر يعني قصبا عنهم. لا أعتقد أن تلك النساء يريدن أن يقتحمن بيوت الناس، يعني هم في نفس الوقت عندهم ولكن عندهم عوض عندهم هذه النساء أو هؤلاء النسوة يتعرضن يعني مثلا للتحريض، يقول لهن هؤلاء، يعني حتى من هذا الأخبار، يعني هؤلاء بيوت دواعش هكذا، وهم يعني نحن كان الناس يتعايشون معهم لعشرات ولمئات السنين وتحولوا إلى بيوت دواعش، حلال عليهم ماله وعرضه ودمه. والله لا تستبعد، لأن هناك الفكر الخميني المعشش في رؤوس هؤلاء، لا تستبعد أنهم يضللوا تلك النساء بأن هؤلاء دواعش وأنه يجب أن نتخلص منهم وكثير من هذا الكلام. يعني نحن قلنا أن الحوثيين كانوا من 21 سبتمبر 2014 يمشون في مسارين داخل اليمن، اللي هو الكفاح المسلح وجماعات القتال، وفي نفس الوقت الفكر الشيعي الخميني الذي يرسخونه في أذهان الشعب اليمني، وخاصة نعم المجتمع، وخاصة في المناطق التي لا زالت تحت السيطرة الحوثية. ولهذا أستاذ محمد لا تستبعد أن يحصل أي شيء. للأسف الشديد الشعب اليمني أصبح يعني تحت، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الحوثية، يعني يا أما جزء منه، عشان نكون واقعين وصريحين، يا أما جزء منه يقاتل في صف الحوثيين. نساء هاشميات يتحولن إلى وحوش كاسرة، إلى أداة قذرة، إلى تسيير عمليات اعتداء جنسي على فتيات يناهضن المجتمع، إلى أيضا يعني ابتزاز الأهالي. كيف، ما هي العاقبة التي ستلاحق هذه الأسر الهاشمية حينما تجد نفسها عارية من إسناد سلاح الحوثي وإرهابه حينما يتم هزيمته من قبل اليمنيين؟ يا أستاذ محمد، أنا من وجهة نظري أن هذا النساء لا حول لهم ولا قوة، وما في خيار ثاني أماما إلا أن ينفذ ما تم ما 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 تم ينفذ الأوامر بالحرف الواحد، ما في خيار ثاني. هؤلاء يا أخي قتلوا مجرمين، من يقدر يقف في صفهم؟ لا أحد يستطيع أن يقف في صفهم. هذه أداة قمع، لا خيار أمامهم إلا أنك تنفذ الأوامر أو الإعدام، ما في خيار ثاني. فهذه نساء يا أخي لا تستطيع أن تقول للحوثيين لا، يعني ينفذون هذه الأوامر يعني قصبا عنهم. لا أعتقد أن تلك النساء يريدن أن يقتحمن بيوت الناس، يعني هم في نفس الوقت عندهم ولكن عندهم عوض هذه النساء أو هؤلاء النسوة يتعرضن يعني مثلا للتحريض، يقول لهن هؤلاء، يعني حتى من هذا الأخبار، يعني هؤلاء بيوت دواعش هكذا، وهم يعني نحن كان الناس يتعايشون معهم لعشرات ولمئات السنين وتحولوا إلى بيوت دواعش، حلال عليهم ماله وعرضه ودمه. والله لا تستبعد، لأن هناك الفكر الخميني المعشش في رؤوس هؤلاء، لا تستبعد أنهم يضللوا تلك النساء بأن هؤلاء دواعش وأنه يجب أن نتخلص منهم وكثير من هذا الكلام. يعني نحن قلنا أن الحوثيين كانوا من 21 سبتمبر 2014 يمشون في مسارين داخل اليمن، اللي هو الكفاح المسلح وجماعات القتال، وفي نفس الوقت الفكر الشيعي الخميني الذي يرسخونه في أذهان الشعب اليمني، وخاصة نعم المجتمع، وخاصة في المناطق التي لا زالت تحت السيطرة الحوثية. ولهذا أستاذ محمد لا تستبعد أن يحصل أي شيء. للأسف الشديد الشعب اليمني أصبح يعني تحت، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الحوثية، يعني يا أما جزء منه، عشان نكون واقعين وصريحين، يا أما جزء منه يقاتل في صف الحوثيين، وخاصة وعلى رأسهم
الحرس الجمهوري والمؤتمر الشعبي العام وانا هنا لا اعلم، وجزء منهم ينافر الحوثيين وجزء منهم ينتظر من المنتصر. اذا ايش الحل؟ لا خيار الا اقتحام صنعاء مهما كلف الثمن. نعم. وهي المركز الرئيسي لهؤلاء القتلة والمجرمين. نعم، أشكر كل الشكر عوض كعدل. لا خيار عملي أمام اليمنيين إلا بتحرير صنعاء، هذه المدينة الأسيرة الرهينة التي تحولت إلى مسرح لارتكاب العديد من الجرائم القذرة لامتهان كرامة الإنسان. هل اليمني يتخيل، يعني اليمني لديه نخوة، لديه شهامة، لديه عزة وكرامة، وحينما يرى هذه الميليشيا حينما تخط وتمضي في طريق امتهان كرامة اليمني وعرضه وشرفه وسمعته وأخلاقه وأعرافه، هذه جريمة مكتملة الأركان، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرضخ اليمنيون. ثم إن هذه الميليشيا تريد أن تجعل أن تستغل كل الأسر الهاشمية وتجعلهم في قعر الجحيم، بحيث تبقى هذه الأسر تحت طائلة الانتقام من المجتمع اليمني. من المخجل أن يستخدم الحوثي الأسر الهاشمية لتحقيق مشروعه الإرهابي الكهنوتي الإمامي. ويعني طبعا وهنا لا يوجد تعميم، لأن هناك هاشميون أيضا يقفون في وجه الميليشيا الحوثية ولهم مواقف ثابتة وتضحيات لا ينكرها أحد. إذا نحن أمام ميليشيا إرهابية لا تدخر جهدا ولا أداة في أن تقهر اليمنيين، في أن تزرع البغضاء والإرهاب والسخ والحقد والنذالة والحقارة. وهل بعد يعني النساء من حقارة حينما تستغل النساء في تنفيذ مهامها القذرة؟ مشاهدي الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال واستعراض مشاركاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي حول كتائب الزينبيات الحوثية، الأداة الحوثية لتنفيذ المهام القذرة وانتهاك الحرمات. ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي نناقش فيها عن كتائب الزينبيات، أداة حوثية لتنفيذ مهام قذرة وانتهاك الحرمات والأعراض. إذا هذا هو ما تحدث به محقق الأمم المتحدة، لجنة خبراء الأمم المتحدة، الذي وثق انتهاكات ارتكبتها كتائب الزينبيات تشمل الاعتقال، الاحتجاز التعسفي للنساء، النهب والاعتداء الجنسي والضرب والتعذيب وتيسير الاغتصاب في مراكز وسجون ميليشيا الحوثي السرية. أيضا يسرد التقرير، أشار التقرير إلى مرفقات ما زالت سرية تتضمن الوثائق والتقارير التي تؤكد تورط الجهاز النسائي للحوثيين في المهام القذرة والمتعلقة بالاعتداء على النساء، اقتحام المنازل. وأيضا يشير التقرير إلى مكانة النساء وحصانتها لدى المجتمع اليمني، وكانت النساء حتى محصنات إلى حد كبير من التفتيش والاعتقال والاحتجاز. كيف تحولت هؤلاء نساء اليمن في مناطق سيطرة الميليشيا إلى أداة مستباحة، إلى يعني مسرح مستباح لهذه الميليشيا للاعتداء والتعدي؟ أيضا يعني وفق التقرير أن تشكيل الزينبيات، فإن إنشاء الجماعة لتشكيل الزينبيات هو للحد من دورهن في قيادة الاحتجاج، لأن المرأة لها دور كبير في ممارسة الاحتجاج والتظاهر ضد ممارسة الميليشيا، مع تزايد استهداف الرجال لمنعهن من النشاط في القضايا السياسية والمتعلقة بحقوق الإنسان. أيضا تشكيل الزينبيات هو شكل هلامي يصعب تتبع قياداته أو معرفة هيكلته، لكن تقرير سابق
أيضا لمنظمة سام للحقوق والحريات قد سلط الضوء لأول مرة على هذا الجهاز للمهام القذرة، حيث كان تقرير ماذا بقي لنا الذي يؤكد أن هذا التشكيل من عناصر نسائية متدربة بدرجة عالية، وتم تدريبهن في بيروت وطهران. مهمتهن الاقتحامات، اعتقال الناشطات من النساء، فض الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، بالإضافة إلى مهام خاصة كالتجسس حتى الإيقاع بالخصوم، رصد الآراء وملاحقة الناشطات في الجلسات الخاصة، الجلسات النسائية وأماكن العمل، إضافة إلى أعمال أخرى متعلقة بالجانب الفكري للجماعة كإلقاء المحاضرات الطائفية، تنظيم ندوات في مناسبات اجتماعية، نشاط في وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لهذه الميليشيا، أيضا يرصدن ما ينشر من قبل خصومهن. إذن هي مهام قذرة متعددة الأغراض والأوجه، وهي كلها تستهدف المرأة اليمنية وتمتهن كرامتها. دعونا نستعرض أبرز ما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي. بالفعل حالة غضب عارمة لليمنيين واليمنيات نتيجة هذا الإرهاب. إذن قبل أن أستعرض، هذا هو يعني الانفوجرافيك عن الزينبيات نواعم المهام القذرة. طبعا لم تعد نواعم بقدر ما هي أدوات خبيثة، كتائب نسائية حوثية تدربت على يد الحرس الثوري الإيراني، أدلة ووثائق نتيجة تحقيقات دولية أكدت ارتكاب الميليشيا لاعتداءات جنسية مروعة، نواعم الميليشيا لتسهيم المهام القذرة، فرق متخصصة لاقتحام المنازل واقتطاف النساء، انتهاك للأعراض داخل سجون سرية. إذن هذه أبرز هذا الهيكل الخبيث، الهيكل السوداوي الذي يحمل أجندة قذرة ضد المجتمع اليمني، ضد أعرافه وأخلاقه من قبل الميليشيا. أما في التغريدة التالية فقد كتبت الناشطة لينا الحسني، تقول: بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الزينبيات التابعات للميليشيا الحوثية يمارسن أقصى وأقسى أنواع العنف ضد النساء في اليمن. الزينبيات كتائب الإعدام أو كتائب الموت. أما في التغريدة التالية، وهذه مها الحكيمي، وهي أستاذة جامعية أو معيدة في جامعة صنعاء، تقول: في إحدى المظاهرات النسائية التي حضرتها مع أكاديميات من جامعة صنعاء قبل سنوات، كانت كتائب الزينبيات حاضرة ببشاعة وهمجية، وصلنا فجأة بالهراوات لمكان التظاهرة لتفريقها بوحشية وعنف، واستخدامهن ألفاظا نابية، ألفاظا سفيهة ضدنا، وكانوا على استعداد لارتكاب أي انتهاك واعتداء علينا في حال بقينا في المكان. وقد رأينا تلك التظاهرة في جامعة صنعاء كيف تحولت هذه الكتائب إلى وحوش بالهراوات والاعتداء، رأينا مشاهد الدماء على رؤوس الناشطات جراء الاعتداء بالهراوات وغيرها والأحجار، وجراء الألفاظ البشعة والنابية التي تلفظنا بها الزينبيات، كما يسمى بالزينبيات. أما في التغريدة التالية كتب في المصدر أونلاين هكذا تقرير أورده المصدر أونلاين: بجلابيب السود وفي أيديهن وعلى أكتافهن قاذفات صواريخ وأسلحة كلاشينكوف، وبينهن طفلات يحملن رشاشات، ظهرنا في عرض عسكري، وكما كنا أيضا نستعرضه في الفيديو المصاحب، في عرض عسكري للحوثيين في صنعاء قبل نحو 3 أعوام. كان هذا أول ظهور لعناصر نسائية حوثية بمسمى الزينبيات. أما في التغريدة التالية فقد أيضا كتبها أحمد الصباح، يقول: الزينبيات أدوات الحوث الناعمة لتنفيذ المهام القذرة. في التغريدة التالية أيضا كتب في الحدث: الزينبيات تقرير أممي يكشف شبكة نسائية حوثية متورطة بالعنف الجنسي ضد المختطفات في اليمن. في التغريدة التالية أيضا أوردت منظمة كرامة تقرير الخبراء: معظمهن من أسر هاشمية، كتائب الزينبيات الحوثية تقوم بالاختطاف والنهب والاعتداء الجنسي. أما أيضا في التغريدة التالية كتب حسين عزيز يتحدث عن الزينبيات، يقول: تشكيل الزينبيات جهاز استخباراتي قمعي تنحصر عضويته على الهاشميات، وهو موجه ضد اليمنيات. تقوم الزينبيات بمداهمة وتفتيش المنازل وغرف النساء تحديدا،
تمارس الزينبيات أعمال النهب ونشر الأفكار الحوثية وإدارة السجون النساء. تقوم الزينبيات بحملات الاعتقال والاحتجاز للنساء. أيضا يقول حسين عزيز في تغريدات متتالية له عن كتائب الزينبيات، يقول تشكل الزينبيات يشكل الزينبيات جهاز استخباراتي قمعي تنحصر عضويته. قد قرأنا هذه التغريدة. التغريدة التالية أيضا يقول حسين عزيز: تعمل الزينبيات على تيسير الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السري والاعتداءات الجنسية. تقوم الزينبيات بالضرب والتعذيب للمعتقلات. وثق الفريق الأممي أعمال قمع متزايد للمرأة اليمنية من قبل الحوثيين. أما في التغريدة التالية فقد أوردها اليمن الآن: تقرير فريق الخبراء الأممي يكشف عن شبكة استخباراتية نسائية لميليشيا الحوثي تسمى الزينبيات، تشارك في قمع النساء اللائي يعارضن الميليشيا بوسائل مختلفة منها العنف الجنسي. إذن أيضا في التغريدة التالية العامري نيوز هكذا يقول أبو ياسين: تقرير فريق خبراء المتحدة: ميليشيا الحوثي قامت بإنشاء جهاز استخباراتي موجه نحو النساء ويطلق عليهن بالزينبيات، وهن نساء تم اختيارهن من أسر هاشمية. وقد وثق الفريق حالات ضرب وتعذيب وتيسير اغتصاب لمعتقلات ونهب واحتجاز وتعسف قامت به الزينبيات. في التغريدة التالية: في مأرب برس محقق مجلس الأمن الدولي يكشفون عن مهام استخباراتية قذرة تمارسها الزينبيات في مناطق سيطرة الحوثيين. في التغريدة التالية أيضا فريق الخبراء خبراء المتحدة يؤكد في تقريره قيام ميليشيا الحوثي بإنشاء جهاز موجه نحو النساء ويطلق عليهن بالزينبيات، يتم اختيارهن من أسر هاشمية ويكلفن بتفتيش المنازل والنساء وارتكبن انتهاكات باعتداءات جنسية وتعذيب وضرب وتيسير اغتصاب لمعتقلات في مراكز احتجاز سرية. في هذه المراكز الاحتجاز السرية حتى يعني يخرس أهالي هؤلاء النسوة لا يتعرضن هذه الانتهاكات الصادمة والمروعة من قبل الميليشيا الحوثية، يتم إلصاق تهم لا أخلاقية حتى يصمت المجتمع، حتى يصمت أهالي هؤلاء النسوة لا يتعرضن للاختطاف. يعني لم يقتصر المسألة على الاعتداء الجنسي والاغتصاب، وإنما إلصاق تهم لا أخلاقية بهؤلاء النسوة فوق ما يتعرضن له من انتهاكات، يعني انتهاكات مروعة صادمة لا يمكن أن تتخيل بشاعتها. أما في التغريدة التالية كتب الدكتور عبد القادر الجنيد: مرعب ومعذب النساء في صنعاء. سلطان بن زابن مدير المباحث الجنائية التي تدير شبكة عنف جنسي ضد النساء المعارضات للحوثيين. صورة شكل التراتبية، طبعا تقرير فريق الخبراء أوضح تراتبية القيادات الحوثية التي تشرف على هذا العمل القذر، أولهم عبد الملك الحوثي ثم سلطان زابن وعبد الحكيم الخيواني وغيرها، وطبعا ومهدي المشاط، وكل هؤلاء يقودون على الحملة القذرة لتلطيخ سمعة اليمنيين، للإرهاب، للحقارة، للسوء بحق الحرمات. إذن صورة شكل التراتبية الهرمية التي فوق سلطان بن زابن والتي على رأسها عبد الملك الحوثي وأخوه عبد الحكيم عبد الكريم، طبعا عبد الكريم الحوثي عم الحوثي وآخرون ومن تحته مدراءه، من تقرير خبراء مجلس الأمن عن اليمن. في التغريدة التالية إذن مشاهدي الكرام دعونا نتابع هذا الفيديو الذي أيضا يتحدث عن هذه عن فيديوهات ثلاث تتحدث عن جرائم الميليشيا الحوثية وعن كتائب الزينبيات، دعونا نتابعها.
ماذا بقي لنا بعد كل هذا الإرهاب والحقارة الحوثية بحق اليمنيين واليمنيات؟ في أمان الله مشاهدينا.